دكتور لما وصلت لعتبة الستين، ايوه ده كنت كويس، بس بعد سنة 70 حصلت لي حاجة أخرتني. يعني ايه؟ اشرح لي ايه اللي حصل. والله لقيت النظر بتاعي مغلوش، فقلت أغير النظارة. غيرت النظارة مغلوش، الدكتور تعبان عيد المكاشف مغلوش. في آخر الدكتور قال لي بقى لا نعمل كشف تاني، تعمل أشعة مقطعية أو رنين على المخ، اللي فيه غده، الغده النكف اللي اسمها الغده النخاميه، او اللي سماها محمود عبد العزيز الانترلوب. فلقيناها متضخم، فلازم تشيلها، بتاثر على النظر. بس شيلها هي زي ما تقول هي المنظم لعمل الغدد الصماء كلها. فالحقيقه كان في عندنا واحد متدرب من المانيا وبقى رئيس قسم في هايدلبرج، هايدلبرج دي جامعه جامده، كلمته قلت له اجي عندك عشان انا عندي كذا وكذا، عندي ورم في الغده الانترلوب. فقال لي لا ما تجيش عندنا، انا قلت لازم تروح هانوفر، ده احسن مركز في العالم ويتبع جامعه هانوفر زينا، يعني مركز متخصص في علوم الاعصاب والاوراق، يعني ما يتصل بهذا، ويرقصه ايراني مهاجر. بس فرحت الحقيقه لما الواحد الطبيب بيبقى عيان عيا رزل، يعني يوم بيكتشف ضعفه او ضعفه وضروره التعامل الانساني العطوف مع المريض مهمه. فالحقيقه تعاملت العمليه كويس كل شيء، لكن طبعا ازاله الغده دي بتستلزم ان ناخد بدائل هرمونيه تاثيرها مش زي الطبيعي. ابتدى طبعا يحصل ضمور في العضلات شويه، ابتدى شويه حاجه بتحصل زياده في الدهون اسمه المشلان بتاع حته مشلان دي، ها ما يعني بنحاول نتغلب عليها القدر الامكان، بناخد الادويه وبنمشي، والواحد يحاسب الاكل على قد ما يقدر على قد ما يقدر. لكن الصيف فيه صعب، الصيف البطيخ والبرقوق والعنب صعب. انت بتحب ايهم؟ بتحب اي فاكهه؟ البطيخ والاستفندي اساسي، يعني ده شتاء وده صيف يعني. عتبه الثمانين تختلف، هي بقى في كل شويه تنزل حته تتقبلها بهدوء وتقول ايه، دايما اقولها بالانجليزي وانا ترجمها، صحتي كويسه جدا ونعمه من عند الله في حدود السن. لازم يبص لها كده يعني، فلازم يبص لها كده. ما اتوقعش بقى ان انا اقدر مثلا العب كوره تاني، ما الركب شقللت، ما اقدرش العب تنس، النظر من تاثير الانترلوب يعني بتاثر في اللي هو النظر الطرفي. فنعمل اللي نقدر نعمله، نمشي نعوم، نروح الغردقه نعمل سنوركلينج، واروح الشغل كل يوم، ودي نعمه كبيره جدا. اللي يروح يقوم الصبح من السرير ويروح الحمام على رجليه وينزل شغله، ده نعمه كبيره جايه في السن ده. هو انت بعد ما وصلت لفوق ال 80 انت؟ أيوه. مواليد 39 مش بالظبط 17 مارس صحيح 39 مظبوط، يعني بنتكلم في 83 سنه عليك نور، يطول في عمرك.